كل الحوارات التي تدار وكل الحوارات التي تتواجد في الشرق الأوسط هي من شأنها خفض نسبة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران من جهة أخرى. واليوم كلما انخفض هذا التوتر وكلما خفت حدة التوتر بكل أشكاله العسكرية الأمنية السياسية الإعلامية سيكون في مصلحة البلد وفي مصلحة البلدان الموجودة ضمن إقليم والمحيط الإقليمي. إيران أعلنت جهارا أنها لا تريد حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك ممكن اليوم أن تكون هناك وجهات نظر، ممكن أن تدخل بعض الدول على الخط وأن تكون حقيقة مؤثرة في 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 هذه العلاقات وفي هذه المباحثات. بايدن ذهب إلى مقولة الاحترام الكامل، بمعنى أن تعود طهران إلى ما قبل شهور بتخصيب اليورانيوم وإيقاف قرارها حول منع دخول المفتشين إلى إيران، وبالتالي لا تزال إيران تصعد من مواقفها، وبالتالي أعتقد في أن الفترة القادمة سيكون صعب جدا تقارب بين طهران وواشنطن في ظل الإصرار الإسرائيلي على التواجد في المنطقة بعد وصول بطاريتين من القبة الحديدية المنظومة الدفاعية إلى الخليج العربي. هناك رغبة من الولايات المتحدة الأمريكية بتهدئة الأمور مع الجمهورية الإسلامية في الإقليم، خصوصا مع إدارة الرئيس بايدن، ولكن هناك بعض الحلفاء الإقليمي للولايات المتحدة وبعض الجماعات الضاغطة داخل الولايات المتحدة لا ترغب بهكذا تقارب. أعتقد سوف يكون هناك ربما جلسات حوار واتفاقات، ولن تقدم الجمهورية الإسلامية أي تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية، وممكن أن نشهد عودة إلى الاتفاق النووي. Thank you.